ورجعنا لكم بعد الفاصل. افكركم قبل الفاصل عملنا ايه. عملنا السمبوسه الحلوه اللي بالقرفه والزبيب والمكسرات، ورشيت عليها بقى شويه حاجات من اللي انا حطاهم جوه بالطريقه ديت. خلاص، تاني وصفه هنعملها هي الفطير المشلتت. اي الفطير المشلتت بقى، رجع ده بس ورا عشان ايه الفطير بقى وبتاع. بس انا هعمله على قد يعني، على قد حجمي، حاجه صغننه كده. الفطير المشلتت سهل جدا مقاديره، هيبقى نص كيلو دقيق وكوباية ونص مية وذرة ملح وسمنة بقى علشان هنفرد، ودقيق برضو هنفرد كده. فهنروح للعجان، انا حاطة هنا على الدقيق ذرة ملح، وهناخد المية نفتح كده، نحط الدقيق، هو كوباية ونص مية بالظبط. وبعدين ما تحطهمش مرة واحدة، يعني هو المقدار ده كوباية ونص مية. برضو حاولي تحطيهم ايه واحدة واحدة، ادي كوباية وادي ونص كده. خلاص انا هشغل العجان واحط المية حبة حبة لحد ما العجينة بتاعتي ايه تلم. لازم اعجنها كويس جدا علشان العجينه تلم حلو. بصوا العجينه، بصوا يعني نص كيلو دقيق عليه كوباية ونص مية بالظبط عليه ذرة ملح. واخدين بالكم؟ بص العجينة عاملة ازاي. بس هضربها بس مرة تانية وخلاص. كده تمام. نشيل كده ده هنا. انا بعمل ايه بقى؟ انا العجينة اهي خلاص كده، دي كده اهي كده. بعمل ايه انا بقى؟ بروح جايبه العجينه دي كده واروح عامله كده اهوت. خلاص عاملها كور كده اهو، الفها كده 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 اهوت، واحط كده اهوت في صينيه، يعني في صينيه تروحي حطاهم كور جنب بعض بالطريقه دي. هنلم واحده تانيه كده. انا معبال بقى ما بكورهم كلهم خلاص بتكون ايه الاولانيه ريحت خلاص، فانا بكورها دي برضو كده خلاص بالطريقه دي. اروح واخده دي، طبعا انا عشان بقى الوقت كده اهوت، انا بوريكي بس الطريقه ماشي.
بس انا طبعا دي ريحت، عقبال ما عملت دي كانت دي ريحت شويه. هروح جايبه شويه دقيق كده افردهم خلاص اهي. بصوا عقبال ما بعمل دي تكون دي ريحت اهي كده. هو اجيب النشابه افرد كده، افرد كده كده اهوت بالطريقه دي كده. ممكن تفرديها بايديكي كده برضو شويه، بطاطي كده كده اهو. انا برضو بعمله واروح شايلاه في الفريزر يعني انا احب اعمل حاجه كميات علشان البيت، بس انا مش هقف، مش هعمل نفسي ان انا اقف كل شويه، لا انا بعمل كميه واشيلها. ممكن احط شويه دقيق تاني، نحط شويه دقيق على الوش عشان نقدر نفرد كويس كده اهو. بصوا بتتفرد معايا على طول ازاي، لانها ايه مرتاحه. احب ان انا اعمل الحاجه واشيلها وقت ما عاوز هطلع اسخن على طول على طاسه في مايكرويف في اي حاجه انت في الفرن. ما فيش حد ما عندوش فرن، كله عنده فرن كده اهوت. خلاص لازم ارققها، لازم احاول. طبعا احنا في البيت بنبقى براحتنا بقى، فلازم نرققها كده اهوت. ممكن افردها كده تاني. انا بشكر مامتي الصراحه، هي اللي معلماني الحاجات دي كلها، كل الوصفات اللي بعملها لكم يعني وصفات ماما استاذه في الحلويات. بحب انا عشان بحب المطبخ وبحب اعمل، فبحب اتعلم منها وبكتب بقى، عندي كشكول كده محترم يعني كده اهوت. معلش بقى اذا كانت هدومي اتبهدلت بس غصب عني كده. خلاص المفروض نرققها ايه على قد ما نقدر كده اهو. خلاص بالطريقه دي يعني. حاولي بقى ترققي زياده، بس انا بوريكي الفكره كده. ممكن ايه افردها تاني من النشابه كده اهو. ولو اتقطعت حته ما فيش مشكله، مش بتاع الفطير ساعات بتتقطع منه بيفردها برده، ما فيش مشكله، ويدخل فيها حته عجين. بس حاولي ايه بقدر الامكان تعملي كده كده اهوت. الطريقه دي انا هنا جايبه سمنه سايحه، والفطير بيحب طبعا السمنه ايه البلدي كده. اقربها بس، هروح دهنه كده كده اهو. نجيب دي شويه كده، لازم ندهن السمنة في كل حتة في العجينة كده بالطريقة دي. وانا ساعات بقى بعملها في بيتي بايدي، عايزة تعملي بايدك وتحطي كده اهوت. خلاص انا هوريكي بس الفكرة، وبروح مطبقة دي كده خلاص، واروح مطبقة دي كده، واروح برضو حاطة سمنة تاني كده بالطريقة دي كده اهو. هتقولي لا سمنه كتير سمنه كتير، لا مش سمنه كتير، بس انا عايزه برضو افتح البوتاجاز هنا معايا طاسه عقبال ما اعمل دي. والمفروض ان انا بروح لمها تاني واسيبها تريح. خلاص اعملها كده كده اهو كده اهو خلاص، واسيبها برضو تريح، بلمها بكورها برضو كده تاني هوريكي ازاي، واسيبها تريح معبال ما بخلصهم كلهم، واروح لما كده 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 اهو بكورها بالطريقه دي خلاص كده. وادهنها برضو من هنا من فوق بالسمنه كده اهو. المفروض ان انا بروح حطها كده جنب بالطريقه ديت. خلاص اوطي بس النار شويه كده اهو. خلاص سبتها ارتاحت، هروح جايباها. انا مسخنه الطاسه، انا بحط السمنه ولا اي حاجه، بس انا اهم حاجه تكون مدهونه سمنه كويس. ده فطير بيتي بقى حلو. خلاص هروح جايبه كده، الطاسه بتاعتي سخنه، هروح دايسه كده مش قوي يعني، بس ايه عايزه ادورها شويه كده اهو بالطريقه دي
الحجم بقى اللي انت عايزاه، عايزه تبططيها اكتر بططيه، بس انا ما بحبش اعملها ايه كبيره قوي كده. معقول. هرجع بس الحاجه دي لورا واشطه في ايديا. شوفها، انا وريتك ايه يعني في السريع كده ازاي فكره الفطير المشلتت، ان هو ما فيهوش اي حاجه، مجرد دقيق تمام وميه، نص كيلو دقيق وعليه كوبايه ونص ميه وذره ملح بس. هنخلص دي بس كده ونقلبها نشوفها كده يعني، لسه شويه نعلي النار بس شويه واجيب لكم الحاجه اللي انا مجهزاها مع بعض ما تستوي. عايز تمسح بس البورد بتاعتنا كده. هفكركم عملنا ايه النهارده. اول حاجه عملناها السمبوسه الحلوه خلاص، وعملنا الفطير المشلتت بطريقه سهله وسريعه وظريفه وسهله كده اهوت. ناكل بقى معاه ايه؟ قشطه وعسل وجبنه وكريمه بندق، نظبطها كده كده اهو، ومش والحاجات بقى اللي انتوا بتحبوها بالطريقه دي تمام. نشوفها بس كده في السريع قبل ما نختم حلقتنا كده اهو. اه تمام، بصوا هتبقى كده بقى خلاص من ناحيتين. حاولي انها ايه تسيبيها تحمر لحد كده، انا هنا مكبره شويه، حاولي تسيبيها لحد ما تحمر كويس. بالطريقه دي بنعمل فطير المشلتت بطريقه سهله وظريفه وسريعه وخفيفه، وعمايل ايدينا وكل وصفاتنا وكل مقاديرنا هتلاقوها على الويب سايت بتاع القناه اللي بيظهر على الشاشه. واتمنى النهارده الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.